أشيد هنا بالاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العمومية للبلاد للقطاع من خلال تطوير هذا الأخير وجعله مواكباً للورشات المفتوحة بكل القطاعات ذي السلع، لا سيما من خلال عملية إدراج اللغة الإنجليزية في منظومة التكوين والتعليم المهنيين، وكذا من خلال إعداد دلائل تقنية وبيداغوجية للمتربصين والتكفل بتكوين ما قوامه 13,851 فرداً من فئة المستفيدين من جهاز البطالة عبر دفعات بداية من هذا الشهر.